الجامعات الليبية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كان هناك ثقافة، كانت هناك ثياب، كانت هناك فكر، كان هناك احترام للأستاذ. هل ما زلت ترى هذا في عيون طلابنا الآن؟ للأسف أبنائي الطلبة وأحبائي أكون لهم كامل الاحترام ولا أنقص من كفاءتهم ولا أنقص من تعاملهم شيء، ولكن للأسف أن الجامعات كانت الجامعات يعني تتقيد بالزي الجامعي، ويجب على الطالب لبس أو الطالبة لبس الزي الجامعي. هناك احترام فائق، الاحترام ما بين عضو هيئة التدريس والطالب. الآن لا نرى هذا داخل جامعاتنا. الطالب كان يعني ممنهج، وكان جل شغله الشاغل هو التعليم وتفريغ نفسه للعلم. والثقافة الجانبية كما سألت، أن الثقافة العامة، بما أن الوسائل الآن متاحة للطلاب في هذا العصر لم تكن في أسلافهم وزملائهم في السابق. لم يكن هناك الإنترنت، لم تكن هناك الكتاب المتوفر الآن في الجامعات، لم يكن هناك التواصل ما بين الطالب والعضو هيئة التدريس. كان هذا كله من صعوبات، كان الطالب الباحث الذي يبحث عن أو يريد إتمام مشروع أو رسالة، فكان يعني ينتقل من جامعة إلى جامعة، بل هناك من يطرق الأبواب إلى أعضاء التدريس، ربما يجد لديه كتاب كي ينهي مشروع تخرج أو ينهي بحثه. أما الآن كان بالإنترنت، والإنترنت موجود داخل الجامعات وموجود في البيوت، لكن هل هناك وفي الهواتف الذكية كما قلت، لكن هل من متعلم